بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنحل ونشرح مع بعض الوحدة الثانية من كتاب المدرسة، بما هنا بعنوان What is the matter؟ What is the matter؟ يعني ما الذي حدث؟ ما الموضوع؟ عندنا Lesson 1 Look at the picture، انظر إلى الصورة. Is dad okay؟ هل الأب بخير؟ Look, listen and read. أول حاجة داد يا أبي، في بعدها كوما بينادي عليه. Are you okay؟ Are you okay؟ هل أنت بخير؟ طبعا هنا الولد الأب واضح إن هو تعبان، قال له No I feel sick. No I feel sick، لا أنا أشعر بالمرض. What is the matter؟ ما الموضوع؟ مما تشكو؟ What is the matter؟ كان هنا في رقم ديت رقم 3 رقم 4 الأب بيقول إيه؟ I have a headache. I have a headache، عندي صداع. يبقى هنا الولد بيقول له What is the matter؟ I have a headache، أنا عندي صداع. البنت بتقول له Can I get you anything؟ هل أستطيع أن أحضر لك أي شيء؟ الأب قال لها Yes please، نعم من فضلك. A glass of water، كوب من الماء. And my medicine، وعلاجي. شور يعني ايه؟ اكيد. دي المحادثه كلها، نقولها تاني. هنا داد ار يو اوكي، هل انت بخير؟ نو اي فيل سيك، لا انا اشعر بالمرض. وات از ذا ماتر، مما تشكو؟ قال له اي هاف ا هيديك، عندي صداع. البنت قالت له كان اي جيت يو اني سينج، هل استطيع ان احضر لك اي شيء؟ قال لها يس بليز، a glass of water and my medicine. الولد قال له ايه؟ شور اكيد. نيجي دلوقتي الصفحه اللي بعدها listening and reading، استماع وقراءه. listen read and say. رقم واحد عندنا هنا الصور، واضح ان كل واحد بيشتكي من حاجه. البنت اللي ماسكه دماغها دي بتقول ايه؟ I have a headache. I have a headache، عندي صداع. رقم اتنين اللي حاطط المنديل قول I have a cold. I have a cold، عندي برد. I have a cough. I have a cough، أنا عندي كحة. هنا اللي ماسك دماغه، وطبعا هنا الترمومتر، بقول I have a fever. I have a fever، أنا عندي حمى، عندي سخونية. Read and put in order، اقرأ وضع في الترتيب. عندنا دي المحادثة اللي احنا لسه قاريها من شوية. رقم واحد Are you okay؟ هل أنت بخير؟ الإجابة No I don't feel well، يبقى دي هتبقى رقم اتنين. هنا What is the matter؟ ما مما تشكو؟ دي هتبقى 3. قال ايه؟ I am sick because I have a headache، انا مريض لانني عندي صداع، يبقى دي هتبقى رقم 4. هنا Can I get you some medicine؟ هل أستطيع أن أحضر لك بعض العلاج؟ دي هتبقى 5. Yes please، thank you، نعم من فضلك، وشكرا، دي هتبقى 6. يبقى نقوله مترتبين. Are you okay؟ هل أنت بخير؟ No I don't feel well، لا أشعر بأنني بخير. What is the matter؟ مما تشكو؟ قال I am sick because I have a headache. Can I get you some medicine؟ Yes please، thank you. Listen and check. هنا بقى الاولاد دول بيقول ايه؟ ask and answer. What is the matter؟ مما تشكو؟ الولد ده قال له ايه؟ I have a cough. I have a cough، عندي ايه؟ حمى. هنا برضو What is the matter؟ مما تشكو؟ I have a cold. I feel sick، عندي برد، اشعر بالمرض. هنا بقى كلمات متقاطعه، بيقول لك find and write، اوجد واكتب. في عندنا اربع صور بيشتكوا برضو من أشياء معينة وموجودة هنا. عندنا مثلا أول حاجة فيفر اللي هي رقم واحد، دي سخونية أهي F E V E R. طيب رقم اتنين هنا إيه؟ كف اللي هي الإيه؟ الكحة. فين الكحة؟ اللي هي دي C O U G H. طيب تلاتة بقى هنا بتشتكي من إيه؟ صداع. هيدك. فين هيدك؟ أهي اللي هي دي، ده اللي هو الايه؟ الصداع. طيب اخر حاجه كولد،
اللي عنده ايه؟ برد. فين كلمة cold دي؟ اهي دي cold، ولا هنا cold، ايوه، ولا كف. خلاص انا خدنا ايه؟ كف. طيب كلمة cold يعني بارد، اهي سي او ال دي، يعني عنده ايه؟ برد. بنيجي دلوقتي look read and circle. هنا نشوف البنت دي اروى بتقول اي هاف ا كولد، انا عندي برد، بننصحها بايه؟ بلاي فوتبول، تلعب كوره، كفر يور نوز اند ماوس ويز ا تيشو، يعني غطي انفك وفمك بمنديل. طب نيجي على انجي، اي هاف ا كف، انا عندي كحه، هنقول لها ايه؟ درينك ووتر ويز ليمون، يعني اشربي ميه بليمون، ولا جو سويمنج، روح السباحه. طبعا ناخد الاولانيه، درينك ووتر ويز ليمون. رقم ثلاثة اللي هي مازن، I have a headache، أنا عندي صداع، هنقول له إيه؟ listen to some loud music، اسمع موسيقى عالية، ولا try to sleep، try to sleep، يعني حاول إنك إيه؟ تنام. أنا ممكن أحوط عليها بالشكل ده، ودي برضو نفس الكلام يا جماعة. طيب بالنسبة للرابع إبراهيم، I feel sick، أشعر بالمرض، اقول له ايه؟ العب مع الاصدقاء، ولا جو تو ذا دكتور، طبعا اذهب الى الطبيب. هنا اكرم، ماي ستومك هارتس، معدتي بتوجعني، اقول له جو تو ذا دكتور، ولا بلاي تنس، طبعا جو تو ذا دكتور، روح للدكتور. طب هند، اي هاف ا فيفر، عندي سخونيه، تيك ا كولد شاور، خدي دش بارد، ولا تيك اوت شاور، دش ساخن، طبعا ناخد الاولاني. ده بالنسبه للجزئيه دي. listen and check. هنا بقى بقول لك ايه؟ look read and match، انظر اقرا ووصل. في عندنا مجموعه من الصور بيشتكوا برضو من حاجات وعايزين نوصل. اول حاجه رقم واحد، don't touch your face، طبعا دي كلها اوامر يا جماعه، قاعدة الأمر بتبدأ بفعل. لا تلمس وجهك، دي محلولة اللي هي رقم F. رقم 2، stay at home، يعني ظل في البيت، if you have a fever، لو عندك إيه؟ سخونية، يبقى ناخد دي، دي هتبقى 2. 3، cover your mouth، غطي فمك، and nose وأنفك، with a tissue if you have a cold، يعني غطي فمك وأنفك بمنديل لو عندك إيه؟ لو عندك برد. يبقى ناخد هتاخد دي رقم 3. 4، ايت هيلثي فود، كل طعام صحي اللي هي الخضروات، يبقى دي هتبقى 4. 5، اكسرسايز، يعني العب تمرينات، دي هتبقى هي 5. رقم 6، ووش يور هاندز ويز سوب، اغسل ايديك بالصابون، يبقى دي هتبقى رقم كام بقى؟ اللي هي 6. اخر حاجه، سمايل اند بي هابي، يعني ابتسم وكن سعيد، يبقى دي 7. ده بالنسبه للتمرين. لوك ات ذا بيكتشرز اند رايت هاو تو كيب هيلثي، يعني انظر للصور واكتب كيف تحافظ على نفسك بشكل صحي. اول حاجه طبعا هنا واحد عنده برد اهو، cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold. طب هنا دلوقتي معاه هنا خضروات، eat healthy food، كل طعام صحي. ثلاثة، البنت هنا بتغسل ايديها، wash your hands with soap، اغسل ايديكي صابون. هنا eat healthy food، don't touch your face. listening and reading، look draw and number، انظر ارسم ورقم. عندنا هنا الفم ادي واحد، طيب هنا العين ادي 2 اللي هي دي. طيب طبعا رسمنا رسم كده يعني نيجي رقم 3 اللي هو الايه؟ الارم، الذراع اللي هو ده. طيب الانف نوز اللي هو دي. نيجي على 5 اللي هي الايه؟ القدم. رقم 6 اللي هي الايه؟ الساق.
بعد كده listen and say the body parts. Look and write. يعني انظر واكتب. مديني هنا مجموعة كلمات هنحطها. عندنا foot قدم, arm ذراع, leg ساق, mouth فم, nose أم, eye العين, hand يعني يد. هنا خلي بالنا أول حاجة هنا eye العين. طب اتنين ده mouth. طب رقم 3 هنا النوز الأنف. رقم 4 دي هاند اللي هي اليد. رقم 5 arm ذراع. رقم 6 leg. رقم 7 foot اللي هي الايه القدم. عندنا هنا برضو في الجنب هنا 1 foot يعني قدم واحدة جمعها 2 feet قدمين. listen and check. listen read and say. هنا الولد ده بيقول ايه this is my heart هذا قلبي. it pumps blood يضخ الدم to my body لجسمي كله. هنا رقم 2 this is my skin هذا جلدي. الجلد خارجي للإنسان يعني البشرة يعني. it protects my body إنها تحمي جسمي اللي هو الجلد يا جماعة. رقم 3 this is my bone هذه عظامي. it helps me move يساعدني على الحركة أو التحرك. رقم 4 this is my stomach هذه معدتي. it digests food إنها تهضم الطعام. ask and answer هنا بقول إيه what does my stomach do ماذا المعدة معدتي تفعل. قال لو إيه it digests food إنها تهضم الطعام. في عندي دلوقتي هنا medicine and safety الأدوية والأمان. medicine can be dangerous الدواء ممكن يكون خطير. look انظر read اقرأ and put اللي هي true or false. عندنا دلوقتي أماكن وضع الدواء. الأماكن المكان الأولاني طبعا الدواء هنا في الأسفل طبعا دي خطيرة. يبقى medicine is in a low cupboard الدواء في دولاب منخفض يعني أو في الرف في الأسفل طبعا دي حاجة خطيرة. طب الثانية medicine is in a bag هنا الدواء محطوط في حقيبة والحقيبة بإيد الولد طبعا دي برضو خطأ ينفعش خطيرة كده. هنا رقم 3 drink medicine without an adult يشرب الدواء بدون شخص كبير معاه برضو دي حاجة خطر يبقى غلط. طب رقم 4 drink medicine اشرب الدواء with an adult مع شخص بالغ دي صح عشان يقول لك الكمية قد ايه بالظبط. رقم 5 medicine is on a high shelf الدواء محطوط في رف ايه عالي دي طبعا صح. what is dangerous and what is safe ايه الخطر وايه اللي هو الامن يعني. look again and complete هنا dangerous الطرق الخطيرة لوضع الدواء وهنا الطرق الآمنة لوضع الدواء لمكان الدواء يعني. هنا medicine is in a low cupboard الدواء في الدواء في دولاب على رف منخفض طبعا دي حاجة خطيرة. medicine is in a bag الدواء في شنطة أو حقيبة برضو خطر. drink medicine without an adult شرب الدواء بدون شخص بالغ برضو حاجة خطر. أما هنا safe يعني آمن خلاص آمن حاجة الأمان بقى. drink medicine with an adult يعني تشرب الدواء مع شخص بالغ. medicine is on high shelf الدواء على رف عالي يبقى ده ايه قلنا شيء آمن. أما dangerous دي طبعا حاجة خطر ده في أماكن وضع الأدوية. نيجي هنا listen read and complete مدينة أربع كلمات doctors nurses medicine hospital. في الصورة واضح ان دي دكتورة بتكشف على البنت. بول وين وي ار ايل عندما نكون مرضى. وي جو تو ذا هوسبيتال بنختار من فوق. ذا نقط اند نيرسز هيلب اس يبقى ذا ايه دكتورز الدكاترة والممرضات يساعدونا. ذي ار فيري كايند هم عطوفين طيبين يعني. دكتورز اند نيرسز والممرضات تشيك اور هيلث يتفحصوا صحتنا. they give us medicine بيدونا العلاج
they are very important to us. طبعا هم مهمين جدا لنا. السؤال الرابع, read and choose, اقرأ واختار. Who can give you medicine, من يستطيع أن يعطيك الدواء, a nurse ولا a child, طبعا a nurse. اثنين, where do we go when we are ill, أين نذهب عندما نكون مرضى, school ولا hospital, hospital. What do doctors and nurses do, ماذا الدكاترة والأطباء الدكاترة والممرضات يفعلون, they check our health ولا they take our medicine, نأخذ الأولى. هنا why are doctors important, لماذا الدكاترة مهمين, they look after us when we are ill, يعتنوا بنا عندما نكون مرضى. بعد كده learn sounds, تعلم الأصوات with busy bee, مع النحلة نشيطة. عندنا سيكي تنطق كي والسيكي تنطق سيكي على طول. listen and repeat, هنا sick sick يعني مريض, black black يعني اسود, clock clock يعني ساعة حائط. يبقى تاني sick black clock. أبقى كده الاس كي, skin اللي هو الجلد, skin skin, scared scared اللي هي الجيبة, sky sky سماء. listen and unscramble, هنا واحد عايزين نرتب الحروف دي, مديني هنا ايه كيك كيك كي اي سي كي. اتنين سكيب سكيب ينط الايه الحبل. رقم سري كلوك كلوك ساعة الحائط اللي او سي كي. هنا سكين سكين اللي هو الايه الجلد او البشرة. مديني نصيحة بقولك words can begin or end with اس كي, الكلمات ممكن تبدأ باس كي وممكن تنتهي برضو بالاس ايه كي. Words can end with CK, كلمات ممكن تنتهي ب CK, but words can never begin, ولكن لا نبدأها أيضا ب CK. بنيجي آخر حاجة learn to write with busy bee, تعلم أن تكتب مع النحلة. هنا في بطة listen and complete, استمع وأكمل. The duck is black, البطة تكون لنا اسود, يبقى هنا ناقص حرفين. You see the girls skip in the garden, skip ينط الحبل يعني. هنا رقم 3 the boy kick the ball, بيشوط الايه الكرة. listen again and say read and trace the question. هنا بقول لك ايه قبل ما نقول دي, بقول لك ايه when we write a question we use علامة الاستفهام, ما نيجي نكتب سؤال لازم استخدم a question mark في الاخر. trace the question mark يعني هنا بقى ظلل الحروف دي اللي هي ايه how do you feel, do هنا does he feel sick, why are nurses important, read and write, حط بقى ايه الفول ستوب او الكويتشن مارك. لما يبقى سؤال بحط كويتشن مارك, هاو ار يو كيف حالك, حطينا هنا كويتشن مارك اهي محطوط. اي هاف ا فيفر دي فول ستوب. 3 وات از ذا ماتر, حطينا كويتشن مارك. ماي سكين بروتكتس ماي بودي فول ستوب. 5 اي فيل ساد فول ستوب. ار يو اوكي, حطنا كويتشن مارك. شي سبيكس انجلش, حطينا بلو ستوب. كان اي جيت يو سام ميديسين, ممكن اجيب لك بعض الدواء, حطينا علامه ايه استفهام. بعد كده هابي هايجين بوستر يو ويل نيد, عشان تيجي تعمل بوستر او ملصق يعني هتحتاج سيزرز مقص, جلو سم, بوستر بيبر اللي هي ورق اللي هو بتاع البوستر المقوى يعني, كالر دي بينز اقلام جاف ملونه, اند بنسلز وإقلام رصاص بالألوان. read and make your poster, اقرأ واعمل البوستر بتاعك. هنا الايه اللي بيستخدمين بقى الايه الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. how to make your poster, كيف تعمل البوستر بتاعك. واحد draw your pictures, ارسم الصور. بعد كده color your pictures, لون الصور. تلات cut your pictures, قطع الصور.
and stick on your poster. والزقها على البوستر بتاعك. رقم 4 write ideas. اكتب افكار. to say healthy and clean. to stay. لكي تبقى صحة جيدة ونظيف. وبكده اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي انتهينا تماما من حل الوحدة الثانية كاملة من كتاب المدرسة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير. استنونا ان شاء الله الفيديو القادم مع الوحدة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.